يتصرفون في الكون. بور يمدح شيخ حسن وتحسون بقول حسن سيدي وتحسون بكم حسن فوق الكون متحكم. والله تبارك وتعالى يقول يقول الله عز وجل ألا له الأمر ألا له الخلق والأمر. أبو جهل الذي كفره الله ما نازع في هذه القضية أن الله عز وجل متفرد بالربوبية وحده لا شريك له فيها. ويأتي هذا المخزول عمله الله بعدله يدعو الناس لصرف العبادة لغير الله عز وجل على أساس أن هؤلاء الأولياء لهم جاه ومنزلة عند الله تبارك وتعالى وأنهم يخلقون مع الله وأنهم يرزقون مع الله. هذا أمر ما نزع فيه الكفار أنفسهم. ينبغي أن يعرف الناس هذا الأمر أن أمر الربوبية ما نزع فيه الكفار. ولذلك عقد الإمام المجدد العلم وإن رغمت أنوف الإخوان المسلمين وإن رغمت أنوف جميع أهل البدع الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه شيخ الجزيرة ناشر التوحيد وقامع البدع وناشر توحيد الله تبارك وتعالى شيخ الإمام والله متكيفين الحمد لله لأنه دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونصرة التوحيد. هذا أمر تركه هؤلاء مخزولين أخزاهم الله أنصار السنة الذين كنا نأمل أن يدعوا إلى توحيد الله بقدرين يملك روش أمن الله قلوبهم وبطونهم نارا. صاروا كل دعوتهم في الشيعة وكلام حول الشيعة ويريت أن يكون كلام في الشيعة علمي وإنما هو عرض بروجكتر. المسلمون يعذبون يقتلون أنفقوا عليهم القروش كلها كباها في جيوبهم مقطع بسيط بخمسين مليار ولا خمسين مليون كباها للداعية ده مسكين. هؤلاء المخزولين أخزاهم الله تبارك وتعالى تركوا دعوة التوحيد وتراه جاء بنازعون في التوحيد قال بيدعو لشيخهم الكبير إمام وشيخهم الضال الكبير محمد مصطفى بنبذ صحابه وجاء بزاحمنا في دعوة التوحيد قال غشاش كذاب مجرم مبتدع. تعرف الكلام ده عقيدة زول ده مبتدع كبير ينبغي أن يحذر ويحذر من شيخ محمد صاحب القدر. ينبغي زي ما قال أخونا الفوزان حذر منه شيخ فوزان إمام كبير جبل في السنة الحمد لله في السعودية. السعودية إمام الشيخ فوزان شيخ ربيع شيخ مقبل شيخ محمد بن هادي هؤلاء العلماء. أما هواري وهي دل شنو ده مقاطع دل ما عندهم علاقة بالسنة. هواري مبتدع ما في أي حاجة مبتدع بس مبتدع هواري عبد الرحمن حامد هؤلاء مخازين لا يدعون إلى التوحيد وإن دعوا إليه لا يفصلون فيه. التوحيد الذي أرسل به جميع الرسل ما يفصلون فيه. دعوة الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله لأنه هو الخالق لأنه هو الرازق والبر ما يستحق أن يعبد مع الله تبارك وتعالى لأنه عبد ضعيف ذليل حقير ما يملك من هذه الدنيا شيء. ما يفصل للناس ولا يدعون الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ولا يدعون الناس إلى التمسك بالسنة ودعوة الخلق إلى إحياء السنن. ما يدعو لهذه المسائل وإنما دعوتهم كلها حزبيات وانتماءات جماعية وبدعية ما عندها علاقة بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. الضابط وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الزلة والصغار أي الزلة المبتدع ينبغي أن يزل. يا عقيدة مبتدع ينزل لمن يعرف حاجة ما يجامل في هذا. هذا أصل من أصول على السنة والجماعة زلة المبتدع أي نتقرب بها إلى الله تبارك. بل إن السلف كانوا يعقدون أياما لغيبة أهل البدع لغيبة أهل البدع يتكلموا في البدع البره يتكلموا فيه مكاد زمننا هنا افترض نجعل يوم لغيبة أهل البدع يوم لغيبة أهل البدع نقعد زدنا السامر في كشف المكاشفي وكشف البرعي وكشف أنصار السنة وكشف الأخوان المسلمين بجميع الطوائف سواء كان دواعش أو قطبيين أو سرورية أو أتباع حسن البنا أو حزب تحرير أو شعبي تابعين للترابي المبتدع الضال أو غيرهم. نعقد يوم نتكلم فيه عن البدع
ده السلف كانوا بيستامروا ويتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، لأنها ديانة لله تبارك وتعالى. وهذه من الغيبة الجائزة الكلام في أهل البدع من أصول أهل السنة والجماعة، بل أجمع عليه العلماء. العلماء الربانيون مجمعون على أن الكلام في أهل البدع والوقيعة فيه من أصول أهل السنة والجماعة، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد وقع هذا، تشبه الصوفية بالشيعة، والشيعة تشبهوا بالنصارى واليهود. وانظر إلى حال الشيعة وثنيين يعظمون الحسين ويعظمون العلي وثنيين، وهؤلاء الصوفية القبوريين خاصة منهم الغلاء لا هم لهم إلا القبور، بناء على القبور والطواف حولها والتمسع بالتراب طربا للبركة، والبركة من الله كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا إلى الطعام المبارك والبركة من الله. الصوفي بيمشي القبر يتمسح بأركان القبر طلبا للبركة، ويشرب موية الشيخ طلبا للبركة، إلى غير ذلك من التعبد والذلة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. ينبغي أن تعرف هذه الأصول وتنشر بين المسلمين، هذه الأصول ينبغي أن تنشر، والكلام ده ما تلقى إلا هنا، ما تجده إلا عند دعاة التوحيد. أما هؤلاء المخزنين ما بيقولوا لك كلام زي ده، ما ترجع منهم خير، هؤلاء أهل البدع ما ترجع منهم أي خير، خذلوا دعوة الله تبارك وتعالى، خذلوا التوحيد وخجلوا السنة. البرع نكشفه، والله نكشفه لمن تعرف حي، ما عندك أي حاجة، برع عبد ضعيف خليل ما عنده شيء، ضعيف ذليل حقير كتلته ترابه كتلته، ما عنده حاجة، مسكين، تعبد الله تبارك وتعالى واصرف العبادات لله عز وجل تنجو بيوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأفتح الفرصة للمتحدث من بعدي.